موقع المشاهد نت. تعز عزف الموسيقى على أنقاض المباني المدمرة. ومن العرب الجديد، سكان مدينة باجل في الحديدة يشكون من إغلاق أفران الخبز. ومن أخبارنا المنوعة، شركة فيسبوك تحظر شركة إسرائيلية تغسل أدمغة المستخدمين. أهلا بكم، والبداية من موقع يمن مونيتور، حيث ظهرت شركة الاتصالات اليمنية في صنعاء بمؤتمر صحفي لشرح أسباب خروج 80% من سعة الأنترنت في البلاد، إذ دخلت أسبوعها الثاني، لكن منذ ذلك الحين لم يتم إصلاح الكابل. مسؤول في الشركة اليمن مونيتور قال إنه لم يبدأ بعد إجراء إصلاح الكابل، وسيحتاج أسابيع على الأقل للبحث عنه وأخذ التصاريح اللازمة من السلطات في السويس بجمهورية مصر. المهندس عبد الرحمن المطري، الرئيس التنفيذي للقطاع الفني لشركة اليمن، قال في تصريح اليمن مونيتور إن الانقطاع لا يتعلق بالسياسة أو فرض ارتفاعات سعرية في الانترنت، وأشار إلى أن الشركة المالكة أقامت بإصدار تصريح حول وضع الكابلات البحرية، حيث عانت الشركة من قطعين رئيسيين في الكابلات البحرية المارة في ميناء السويس. جاء في بيان الشركة أن الكابلات المتأثرة هي الكابل البحري فالكون الواصل بين مسقط وميناء السويس، والكابل البحري FEA الواصل بين بومبي وميناء السويس. النتائج الأولية تشير إلى أن السبب المحتمل للقطع كان بمثابة مرساة لسفينة تجارية كبيرة في المنطقة المجاورة. الصحفي والكاتب خالد العلواني كتب مقالا في موقع المصدر أونلاين بعنوان الطريق إلى الحرية، قال فيه: في لحظة مظلمة من عمر اليمن انبعثت كوكبة من رجال العلم والسياسة والعسكرية والتجارة والوجهات الاجتماعية لتختلط بوعيها وجهودها وبسالتها وتضحياتها وحبها لليمن طريقا إلى الحرية والمواطنة في ظل حكم كهنوتي جعل من التدين المغشوش قناعا لتحقيق مطامعه والتغرير بعامة الشعب القابعين خارج العصر، حتى صار في عقيدتهم أن الإمامة يجب أن تكون حكرا على البطنين، وأن الإمام هو القبلة وليس بمسلم من يحارب قبلته، كما صار من جملة الاعتقاد أن رضا الإمام من رضا الله ومن عاداه دخل النار. في هذه اللحظة السياسية والدينية الحالكة، وفي ظل واقع اقتصادي وصحي بائس، انبرى رواد ثورة 48 يشعلون أرواحهم قناديل لإضاءة الدرب وتمزيق جوف الظلم والظلام. تدارسوا الواقع وشرحوه، خططوا للتغيير وانتهجوه، وكسروا جدار الخوف وهدموا صنمية الإمامة، وتجشموا الصعاب وكابدوا الظروف وغالبوا المخاطر وضحوا بالنفس والنفيس، فكان منهم الشهيد والسجين والنازح والمهاجر في ملحمة من العمل المتفاني والفدائية العاشقة سجلت بعض ملامحها في مذكرات العز السنيدر الطريق إلى الحرية. يشعر القارئ بالحسرة وهو يعيش مفردات الوجع، ويمتلئ بالعظمة وهو يتعرف على طيف واسع من المتصدرين لمشروع التغيير الذين خرجوا من عمق المأساة ليكونوا قنطرة العبور إلى اليمن المشتهى. والشعب اليمني اليوم وهو يعاني من ويلات الإمامة في نسختها الحوثية يكتشف أن الجرائم التي تطاله نيرانها إنما هي امتداد لجرائم الجذر الكهنوتي، القتل والتعذيب واستباحة الأملاك والخوف والأوبئة ومصادرة الحقوق والحريات وتجريف مقومات الحياة، ماركة مسجلة باسم الإمامة بغض النظر عن نسخها قديما وحديثا. كثيرة هي المرات التي حاول فيها الشاب أمجد عادل بحسب المشاهد نت أن يترك عزفه على آلة الجيتار الموسيقية الخاصة به، لكنه يعود في كل مرة أشد ارتباطا وتعلقا بها وبالموسيقى
رغم بيئته الطاردة للفن وما تعانيه محافظته تعز من حرب وحصار خانقين. أمجد واحد من قليلين وجدوا في الموسيقى غذاء للروح وضرورة تتوحد عندها المجتمعات الإنسانية رغم اختلاف ثقافاتها ورؤاها، فراحوا يكسرون ثقافة المجتمع المغلوطة عن الفن بعزفهم على الآلات الموسيقية وإطلاع الآخرين على قدرتها العبقرية. أحب هذا الشاب العزف على جيتاره بداية لتهدئة نفسيته المتعبة، ثم صار يعزف في مختلف الأمسيات والفعاليات، ويقول أيضا إنه بإمكان الموسيقى أن تصل إلى أعماقنا المثقلة لتتفاهم معها كما تفعل معي شخصيا. ليس أمجد وحده من يرى في الموسيقى وسيلة للعلاج والترويح عن النفس، فقد ذكرت دراسة طبية أجريت على عدد من المصابين بالصدمات النفسية أن 80% منهم شعروا بالتحسن بعد الاستماع للموسيقى بدرجة أكبر من مفعول الأدوية التقليدية التي اعتادت المستشفيات على استخدامها في علاجهم. وتؤكد الإخصائية في برنامج الدعم النفسي للأطفال كرامة الكامل في حديثها لموقع المشاهد نت أن للأنشطة القائمة على الموسيقى دورها الإيجابي في علاج كثير من حالات الانطواء والسلوكيات الانسحابية واضطرابات الاكتئاب وغيرها من الأمراض النفسية. نقل الموقع بوست عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قولها إن الصحفيين اليمنيين باتوا يدفعون ثمن الصراع غير العادل بين قوات الحوثيين والتحالف اليمن، حيث يمارس كل طرف القمع والاعتداءات على المدنيين ولا سيما الصحفيين، آخرهم الصحفي نبيل السداوي الذي بدأت محاكمته أمس بعد إخفائه قسرا من قبل جماعات الحوثيين لنحو 5 سنوات. وكانت محكمة يمنية في مدينة صنعاء التي تخضع لسيطرة القوات الحوثية عقدت بالأمس الجلسة الثانية لمحاكمة الصحفي نبيل السداوي المخفي قسرا في سجون الحوثيين بتهمة تشكيل عصابة مسلحة بالتعاون مع العدوان. في الجلسة الثانية ظهر المختطفون ويبدو عليهم آثار التعذيب طبقا لأقوال المحامي الخاص بهم عبد المجيد صبرة، والذي أوضح أن المختطفين قد عانوا من الإهمال الطبي والتعذيب، وتم منعهم من استقبال أي زيارات من أهاليهم أو تلقي أهاليهم أي معلومات عنهم. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان دأبت السلطات الحوثية على ممارسة عمليات اختطاف الصحفيين كجزء من عدائهم للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. اليمنيون والاستعانة بالشيطان عنوان لمقال كتبه بلال الطيب والذي نشر في موقع يمن ديركت، وقال فيه: نحن وعلى مدى التاريخ أعداء أنفسنا ووطننا وديننا، قوينا استقوى على ضعيفنا وأعلانا تسلط على أسفلنا، وكانت النتيجة حروبا عبثية لم تبقي ولم تذر، تسلل من خلالها المنقذ أو المحتل الخارجي فأصلح وأفسد وتحكم واستحوذ وفرق وسدد. لا أسوأ من أن يتمادى الظالم في غيه حتى يجبر المظلوم على الاستعانة بمن ينقذه. وفي تاريخنا شواهد كثيرة تدور في ذات المسار لتصبح العقدة اليزنية عقدة كل اليمنيين، وبمعنى أشمل عقدة كل المستضعفين. وغير بعيد قالت تشرشل: لا يضرنا الاستعانة ولو بالشيطان، والغريق في النهاية لا تهمه جنسية من ينقذه. يبقى ظلم الأئمة وأنصارهم هو الأقسى، سعوا طوال فترة حكمهم لاحتلال مناطق اليمن الأسفل وتركيعها بكل ما أوتوا من حقد وقوة، وقد تصدى لهم في كل محاولة المنقذ الخارجي. حين صاغ شاعر اليمن الكبير عبد الله عبد الوهاب نعمان الفضول النشيد الوطني الذي يحفظه أغلب اليمنيين، كان يدرك خلافنا وانقسامنا جيدا، وما قوله: وسيبقى نبض قلبي يمنية إلا دعوة إلى الحب والتآخي والوحدة كقلب رجل واحد تتجسد فيه روح الوطنية والانتماء. أما قوله: لن ترى الدنيا على أرض وصية، ففيه تمرد على الماضي والحاضر واستشراف للمستقبل ودعوة إلى عدم الاختلاف واستجلاب المنقذين والأوصياء مرة أخرى.
تقول صحيفة العرب الجديد أن سكان مدينة مديرية بهجل في محافظة الحديدة ناشدوا السلطات المحلية بسرعة العمل على إعادة فتح أفران الخبز التي أغلقت أبوابها جراء ارتفاع سعر أكياس الدقيق بنسبة 25%. المواطن علي محمد وهو من سكان المدينة قال إنه فوجئ بأن أفران الخبز في مدينة باجل مغلقة بسبب ارتفاع سعر كيس الدقيق 50,000 كيلوغرام من 12,000 ريال إلى 15,000. وأضاف محمد للعرب الجديد أغلب الأفران مغلقة في المدينة والتي فتحت أبوابها لا تستطيع توفير كميات كافية للزبائن، واضطررت إلى شراء بعض البسكويت لكي أسد جوع أطفالي ريثما أجد حلا. وأكد محمد أن كثيرا من سكان المدينة يعتمدون على الأفران بشكل رئيسي في توفير الخبز ولا يستطيعون تحضيره في المنازل بسبب تجدد أزمة انعدام اسطوانات الغاز المنزلي بين الحين والآخر. أما ابتسام عبد السلام فقالت إن سكان المدينة يعانون ظروفا إنسانية صعبة منذ بدء الحرب بسبب تراجع أوضاعهم الاقتصادية وعدم توفر الخدمات الأساسية وأغلاق أفران الخبز في هذا التوقيت يضاعف معاناتهم أيضا، لافتة إلى أن أغلبية سكان المدينة فقراء معدمون والخبز غذائهم الأساسي، لذلك يجب على السلطات إيجاد حل بشكل عاجل وسريع. ما هي السياسة الإيرانية وما هي الرغبة الأمريكية؟ تساؤلات الرد عليها الكاتب حازم نهار في مقال بصحيفة العرب الجديد جاء فيه. ترتكز السياسة الخارجية الإيرانية على دعامتين هما الأيديولوجية الشيعية والمصالح القومية، وكل منهما تخدم الأخرى تماماً كما كانت الأيديولوجية الشيوعية تخدم المصالح القومية السوفيتية، مع رجحان كفة المصالح على الأيديولوجية في اللحظات المفصلية. ولعل أهم مصالح إيران الحيوية اليوم هو الحفاظ على ممر بري يربطها بالبحر المتوسط مروراً بالعراق وسوريا ولبنان، يفيدها في نقل الأسلحة والتواصل بين ميليشياتها، فضلاً عن كونه ممراً تجارياً لتصدير النفط والغاز إلى أوروبا. عوامل انهيار نظام الحكم في إيران موجودة في بنيتها الداخلية وسياستها الخارجية تماماً، كما كانت عوامل انهيار الاتحاد السوفيتي موجودة في بنيته وسياسته في العالم. ومن ثم تتحد المصلحة الأمريكية بالضغط على إيران وحصارها بهدف منع تطورها في المجال النووي والحد من تهديدها طرق النفط ومن أذرعها في المناطق القريبة من إسرائيل، لكن أمريكا لا تذهب بعيداً في اتجاه انهيارها كلياً أو حتى إسقاط نظام الملالي. فوجود إيران بقوة محدودة وقابلة للتحكم مفيد من حيث استمرار حاجة دول الخليج إلى الحماية الأمريكية تجاهها، مع ما يدره ذلك من مال وطلبات التسليح من جهة أولى. ومن جهة ثانية، لقدرة إيران على التحكم في الميليشيات التي أوجدتها في المنطقة، خصوصاً أن الإسلام الشيعي بالنسبة إلى أمريكا والغرب أكثر قابلية للضغط من الإسلام السني، بحكم خضوع الأول إلى مركز سياسي واحد والثاني إلى مراكز متعددة ومتضاربة. ومن جهة ثالثة، يفيد الخطر الإيراني في المنطقة العربية في تعزيز توجه الحكومات والشعوب العربية نحو التقليل من حجم الخطر الإسرائيلي، ما يسهل القبول بوجود إسرائيل والتوصل إلى توافقات واتفاقات سلام معها. فيسبوك تحظر شركة إسرائيلية تغسل أدمغة المستخدمين، هذا ما عنون فيه موقع شبكة البي بي سي، والذي قال أيضاً إن شركة فيسبوك أعلنت وقف وحظر شركة إسرائيلية تعمل في مجال التأثير في اللاوعي وتغيير سلوك الناس لا شعورياً. وتحصل شركة السبنر على مقابل مادي من أجل التأثير في اللاوعي لمستخدمين مستهدفين من خلال تعريضهم المستمر لحملات معدة خصيصا للتأثير في اللاشعور عبر الأنترنت ومخفية في محتوى تحريري، وهو ما جعل شركة الفيسبوك تعترض على أداء الشركة وترفض استخدامها منصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي من أجل تحقيق أغراضها. كما منعت شركة السبنر الإسرائيلية ورئيسها من استخدام مواقعها سواء فيسبوك أو إنستغرام بشكل قطعي. وفي تعليق على قرار فيسبوك قال إلوين شيفلر
أحد مؤسسي الشركة الإسرائيلية ورئيسها التنفيذي في تصريح لبي بي سي إن الشركة ستواصل تسويق حملاتها الموجهة عبر الإنترنت، كما رفضت حرمانها من استخدام فيسبوك في المستقبل. وأقرت الشركة الإسرائيلية بأنها قادرة على عمل غسيل دماغ لبعض الأشخاص من أجل القيام بعدة أشياء، كما أنها تعرض على الشخص المستهدف مجموعة من المقالات عبر الإنترنت تتناول الشيء المطلوب أن يفعله، وتستمر عملية الإقناع والتلاعب في اللاوعي الخاص بالهدف على مدار أشهر. نصحت صحيفة The Independent البريطانية بحسب صحيفة الشرق الأوسط المقبلين على الزواج بإخفاء هويتهم الحقيقية إذا ما أرادوا الشكوى من ارتفاع أسعار فساتين الأفراح حتى لا يلغى الزواج. أوضحت الصحيفة أن شخصا يدعى جوش تساءل عبر موقع ريديت للتواصل الاجتماعي عما إذا كان أحمق لأنه قال لخطيبته إن سعر فستان الفرح غالي الثمن. وذكر جوش في منشور بالموقع إنه حاول أن يعرض على خطيبته بدائل لهذا الفستان ولكنها رفضت، ولاحقا قال إنها ألغت الزواج منه لاكتشافها أنه كتب عن هذا الخلاف في شبكة الإنترنت. جوش قال إنه وخطيبته السابقة إيما كانا أو خطيبته إيما كانا سيتزوجان في يوليو وحجزا بالفعل قاعة الفرح، وكانت إيما تبحث عن فستان واختارت بالفعل واحدا ولكن وجدته غاليا حيث بلغ ثمنه 950 دولارا أمريكيا، إضافة إلى طرحة ثمنها 120 دولارا. وأضاف أنه كان سيرتدي بدلة والده التي ارتدتها أو التي ارتداها في حفل زفافه على والدته، وتابع بأنه لم يرفض شراء الفستان للعروس لكنه اعتبر أن إنفاق 1000 دولار على فستان زفاف سيتم ارتداؤه مرة واحدة فقط يعد جنونا، لأن هذا المبلغ يمكن أن يغطي تكلفة شهر العسل. وأوضح أنه حاول بالفعل أن يعرض عليها بدائل لهذا الفستان لكنها رفضت وقالت إنها ستشتريه من مالها الخاص، وكانت غاضبة جدا لذا لجأ لنشر هذا الخلاف على شبكة الإنترنت لمعرفة آراء الآخرين. ولكن المفاجأة أن خطيبته أبلغته بإلغاء الزواج منه بعد أن علمت بنشر مشكلتهما على الإنترنت. يقول الكاتب جيفري أرستون أنه مع عدم وجود نهاية للاحتلال في الأفق تتكاثر الجهود غير الفاعلة لمعاقبة إسرائيل، ويضيف في مقاله الذي ترجمه علاء الدين أبو زينة في صحيفة الغد الأردنية. قبل أيام قليلة من بدء العام الجديد بدأت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تحقيقاً في احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وأعلنت رئيسة النيابة العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا أن على قناعة بأن جرائم حرب قد ارتكبت أو يتم ارتكابها في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، وأثار هذا التصريح احتجاجات من القدس وواشنطن. بغض النظر عن رأي أي شخص في عملية أوسلو، فإن الأجواء التي سادت بعد المصافحة التاريخية في سبتمبر 1993 بين رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين كانت مختلفة كثيراً عن مناخات اليوم. المشهد يبدو اليوم مختلفاً وأكثر إثارة للخوف، فقد برهن وعد أوسلو كونه مجرد سراب قاس، وقد تضاعف في الأعوام الثلاثين الماضية عدد المستوطنين اليهود في الأراضي الفلسطينية، وهو أوضح مقياس للنوايا الإسرائيلية بأكثر من 3 أضعاف مرتفعاً من 200,000 مستوطن قبل أوسلو. كما تراجع الإجماع الدولي الداعم لإنهاء الاحتلال وإنشاء دولة فلسطينية تحت الضغط القمعي المحبط للفشل الدبلوماسي الثابت والنوايا الخطيرة المهددة التي تنطوي عليها إدارة ترامب. وأصبح ينظر إلى احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية على أنه جزء غير ملحوظ وثابت فقط من مشهد الشرق الأوسط، بدلاً من أن يكون ذلك الواقع المؤقت والمتراجع الذي ألمحت إليه اتفاقات أوسلو. صحيفة واشنطن بوست نشرت صوراً سياسية واجتماعية وأخرى كان فيها تتابع بين الضوء والظل. نتابع معكم هذه الصور في جولتنا المصورة لهذا اليوم.
فن الكاريكاتير الذي يعبر عن قضايا عديدة ويختصرها في بضع خطوط متصلة. نتابع. وبهذه الرسومات نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم في كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.